وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جديد عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية أستاذ محمد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت كلمة شاملة وجامعة وضعت العالم كله أمام أهمية القيام بمسؤولياته. إلى أي مدى من الممكن أن يتحرك العالم ويقوم بمسؤولياته تجاه حل القضية الفلسطينية وتجاه حل أيضا وإيجاد حل فوري لما يحدث الآن من مجازر وجرائم حرب داخل قطاع غزة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. بالفعل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة العربية والإسلامية المشتركة للرياض ربما وضعت رسائل، مجموعة من الرسائل الكاشفة للمجتمع الدولي، وضعت المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته بضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة من جانب إسرائيل دون رادع، وأن الاستمرار في ارتكاب هذه المجازر ربما يهدد الامن والاستقرار في المنطقه بشكل عام، مثلما كانت الرؤيه المصريه ثاقبه وصائبه فيما يتعلق باستشراف تبعات الممارسات التي كانت ترتكبها وما تزال الحكومه الاسرائيليه بحق الضفه الغربيه وقطاع غزه والمقدسات الاسلاميه في القدس، وان وحذرت من ان هذه الممارسات ربما تدفع باتجاه تزايد اعمال العنف، وصدق ذلك بعملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر الماضي. نعم. حذرت مصر اليوم وحذرت من قبل في كلمات متعددة من جانب الرئيس السيسي، ومنها أو أهمها كلمته في قمة القاهرة للسلام، بأن أعمال العنف الجارية واستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة يهدد بشكل حقيقي وبتوسع رقعة الصراع وتدخل أطراف إقليمية ربما من شأن ذلك أن يهدد الاستقرار الإقليمي برمته، ولن يكون في صالح إسرائيل ولن يكون في صالح العينيها سواء الولايات المتحدة أو غيرها. ومن ثم كلمة الرئيس السيسي اليوم وما صدر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة بالرياض من بيان ختامي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، هي مجملها ضغوط على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ولا سيما في مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياتها ل إصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار خشية أو تحسبا لأن لا يفوت الوقت لذلك وتصبح تكلفة الصراع وتكلفة وقف الصراع ربما أكبر بكثير من الوقت الحالي. أستاذ محمد، على ذكر مجلس الأمن، من ضمن قرارات القمة اليوم التي خرجت بها القمة هي مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم يفرض وقف العدوان على قطاع غزة واتخاذ ما يجبح جماح سلطة الاحتلال. على مدار الأحداث الماضية التي رأيناها في قطاع غزة ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي طبعا في القطاع، لم يكن هناك دورا حاسما من مجلس الأمن. إلى أي مدى من الممكن أن يأتي هذا القرار والطلب الذي جاء من أعضاء القمة اليوم بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق هدنة من قبل مجلس الأمن؟ يعني هناك الآن مجموعة من المتغيرات ربما التي قد تختلف عن الفترة التي مضت والتي شهدت إفشال مشروعي قرارين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانب الولايات المتحدة. هذه المتغيرات ربما ما شهدناه اليوم من موقف عربي وإسلامي جامع وموحد يدعو إلى هذا الأمر، ممارسة الضغوط على القوى المؤثرة والفاعلة، ربما تزايد الضغوط الداخلية على هذه القوى من داخلها. الولايات المتحدة تواجه ضغوطا كبيرة في الداخل تدفع باتجاه وقف إطلاق النار والحد من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الدول الغربية الأخرى الداعمة مثل بريطانيا ربما تشهد اليوم تظاهرة مليونية غير مسبوقة تفرض ضغوطا كبيرة على السياسة البريطانية بالدفع إلى وقف إطلاق النار. ومن ثم ربما هناك مجموعة من المتغيرات التي تحمل بين جنباتها إمكانية أن يكون مصير مشروع قرار آخر لوقت إطلاق النار في مجلس الأمن يواجه مصيرا مختلفا عن المشروعين السابقين. ربما إذا تغيرت الصياغات في هذه المشاريع ربما بالدعوة على الأقل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار من المتوقع أو من المحتمل أن يتم إقراره في مجلس الأمن بالنظر إلى
مجموعة الضغوط الدولية والداخلية في القوى المؤثرة والتي تدفع باتجاه هذا الأمر. لكن أستاذ محمد، رأينا كل هذه المطالبات في الفترة السابقة من الدول العربية ومن مصر أيضا، وما الجهود التي قامت بها على مدار 75 عاما ليس فقط خلال الشهر السابق، إلى أي مدى من الممكن أن تأتي هذه الضغوط بثمارها الإيجابية في حل الأزمة الحالية الدائرة داخل قطاع غزة؟ وحضرتك ذكرت منذ قليل أن الآن هو أو ظرف متغير وأيضا ظروف مختلفة الآن، لماذا؟ يعني في الوقت الحالي تتواصل الجهود المصرية والرؤية المصرية في فرض نفسها على المجتمع الدولي. الوقت ربما أصبح هناك إدراك متنام بأن ما تشهده إسرائيل أو ما شهدته إسرائيل في 7 من أكتوبر الماضي هو نتيجة لما مارسته طوال عقود مضت من تهميش للقضية الفلسطينية ومن محاولة لإطفاء جذوة هذه القضية وعدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. ربما أصبح هناك إدراك بأن لا سبيل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سبيل لكي تنعم إسرائيل بأمنها وبأن يشعر مواطنوها بالأمن إلا بحل الدولتين وبإقرار الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية. أصبح هناك إدراك متنام لذلك في الوقت الحالي. نجد أن مختلف المواقف الدولية ربما تحولت بشكل تدريجي من الدعم المطلق لإسرائيل فيما تراه حقها في الدفاع عن نفسها إلى أن نجد تصريحات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة على النحو الذي ظهر في تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نجد تصريحات تدين الانتهاكات المتواصلة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والجرائم التي يرتكبونها على النحو الذي ظهر في تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن. أصبحت البيئة بعد نحو 35 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ربما حدث تحول في المواقف الدولية، ليس تحول جذري ولكنه تحول يبنى عليه بالمزيد من الجهود وبالمزيد من الضغوط للتوصل أولا وفق الرؤية المصرية ووفق الأولويات التي حددتها كلمة الرئيس السيسي اليوم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات وصولا إلى البند الأخير باستئناف وإحياء مسار السلام وعملية السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى حل الدولتين بوصفه المسار الأمثل لعدم تجدد العنف والصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. رأينا دعم كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لجيش الاحتلال في الأحداث الأخيرة في غزة. من ضمن مطالبات القمة اليوم هي مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطة الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني. تأثير هذا الطلب الإيجابي إذا تم تنفيذه على حل الأزمة القائمة داخل قطاع غزة من وجهة نظرك؟ يعني إذا ما تم تنفيذ هذا المطلب فإنه يعني من شأنه أن يحول بوصلة الصراع 180 درجة. وقف الولايات المتحدة تسليح إسرائيل ودعمها العسكري لإسرائيل من شأنه أن يعني يخلف أو يرتب واقعا امنيا جديدا لاسرائيل، تدرك معه انه لن يكون هناك داعم لها، لن يكون هناك داعم لمسارها في عدم اعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ومن ثم سيكون هناك مناخ ايجابي لاستئناف عمليه السلام. ولكن يظل هذا الطرح ربما مستبعدا الى حد كبير، ربما يظل يعني غير مطروح على الاقل في الوقت الحالي. ليس من المتصور ان توقف الولايات المتحده دعمها العسكري لاسرائيل، خاصة وأن الأمر يتعلق باعتبارات استراتيجية، يتعلق باعتبارات اقتصادية لشركات الأسلحة في الولايات المتحدة، يتعلق باعتبارات سياسية وانتخابات تشهدها الولايات المتحدة العام المقبل. الأمر ربما مرتب ومعقد وليس من السهولة أن توقف الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل. من ضمن النقاط التي جاءت اليوم في قمة القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية بالرياض، وهي دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام. ما هي أوجه الدعم التي يجب اتخاذها من أجل دعم قرارات جمهورية مصر العربية من أجل حل هذه الأزمة الحالية الدائرة داخل قطاع غزة؟ يعني أول أشكال الدعم هو ما بدأ في كلمات ربما العديد من القادة والزعماء العرب
والاسلاميين خلال القمه برفض التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه. هذا هو موقف مصري ثابت وربما اصبح موقفا عربيا شاملا وموقفا اسلاميا شاملا بان رفض التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين وان هذا التهجير من شانه تصفيه القضيه الفلسطينيه والاضرار بالقضيه الفلسطينيه على المديين المتوسط والبعيد. اوجه الدعم الاخرى هو ممارسه المزيد من الضغوط لادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه، ربما بذلت مصر جهودا كبيره منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الان لضمان نفاذ المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه بشكل فوري وعاجل ومستدام، ولكن هذه الجهود يعني كانت ولا تزال تواجه بمجموعه متنوعه من العقبات الاسرائيليه والتعنت الاسرائيلي في ادخال هذه المساعدات. ربما ابرز هذه العوائق هو ما شهدناه من قصف اسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني لاعاقه ادخال المساعدات، ربما ما شهدناه هو اشتراط اسرائيل ان يتم او يجري تفتيش حافلات او شاحنات المساعدات في معبر العوبه ثم العوده الى معبر رفح من جديد لاخطاء وتيره ادخال المساعدات، ومن ثم تملك الدول العربيه والاسلاميه الكثير من الخيارات والادوات التي تمكنها من دعم الجهد المصري لادخال المساعدات سواء بارسال المزيد من المساعدات، خاصه وان ربما اغلب المساعدات التي وصلت الى معبر رفح او ادخلت الى قطاع غزه هي مساعدات مصريه في المقام الاول باكثر من 70% من المساعدات هي مساعدات مصريه، ومن ثم الوضع الانساني الكارثي في قطاع غزه يتطلب المزيد من المساعدات وان تقدم الدول العربيه والاسلاميه المزيد والمزيد من المساعدات والا يقتصر الامر في شقه الاكبر على الجهد المصري في هذا الاطار. ربما تملك القوى العربيه والاسلاميه المزيد من ادوات الضغط على اسرائيل وعلى داعميها وخاصه الولايات المتحده لتنهيها عن تعنتها في ادخال المساعدات وفي المقام الاول وقف اطلاق النار والتوصل الى على الاقل الى هدن انسانيه بايام وليس بساعات مثلما اعلن الاحتلال الاسرائيلي. استاذ محمد، على ذكر الضغط، راينا في الايام السابقه عدد كبير جدا من المظاهرات المندده بما تقوم به قوات الاحتلال داخل قطاع غزه في الدول الغربيه، هل من الممكن ان تكون هذه المظاهرات وتطلع المواطنين الغربيين الى مسانده الشعب الفلسطيني ورقه ضغط على حكومتهم من اجل تغيير نظرتهم الى ما يحدث الان من قبل قوات الاحتلال داخل قطاع غزه؟ بالفعل هذه المظاهرات الحاشده ربما ما نشهده الآن في العاصمة البريطانية لندن وما سبق ذلك من مظاهرات حاشدة عامة في العديد من العواصم الغربية مثلت أداة ضغط كبيرة على الحكومات الغربية لتحويل مواقفها إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعدما رأى المواطنون في كافة بقاع العالم حجم الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حجم الدمار الذي خلفه استهدافه للمستشفيات وكل مقومات ومقدرات الحياة في قطاع غزة لدفع الفلسطينيين إلى هجرة أراضيهم، ربما شهد العالم كله حجم الجرائم المرتكبة، وبذلك يضغط المواطنون على حكوماتهم لوقف دعمهم لإسرائيل والاتجاه إلى وقف إطلاق النار، ومثل هذا العامل ربما عاملا مساعدا ومؤثرا للغاية في تحويل بعض المواقف. لكن أستاذ محمد، هل رأيت أمثلة لتغيير نظرة المجتمع الدولي والدول الغربية من القضية الفلسطينية بعد هذه المظاهرات؟ بالفعل إذا ما رأينا إلى فرنسا نجد أن الرئيس الفرنسي تحول ربما موقفه بشكل كبير من إلى إدانة قتل إسرائيل للمدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة والدعوة بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار في القطاع. ربما شهدنا في بريطانيا العديد من المواقف السياسية الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقالة بعض الوزراء داخل الحكومة بالضغط من أجل وقف إطلاق النار، تحول الموقف الرسمي البريطاني من الدعم المطلق للعسكري والسياسي لإسرائيل في عملياتها العسكرية إلى زيادة المساهمات الإنسانية للمساعدات لقطاع غزة والدعوة إلى تجنيب المدنيين آثار العدوان وآثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. هذا
ربما تحول وان كان نسبيا وان كان تدريجيا، ولكنه يمكن البناء عليه. لكن هل هذا كافي من اجل حل ما يحدث الان من مجازر وجرائم حرب داخل قطاع غزه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي؟ هل هذا كافي من قبل فقط بريطانيا وفرنسا من اجل دعم القضيه الفلسطينيه؟ ليس بريطانيا وفرنسا فحسب، وانما هذا كمثال. اذا راينا مثلا اسبانيا قد اتخذت منذ البدايه موقفا داعما للغايه للفلسطينيين. لا، انا اتحدث عن الدول التي كانت داعمه بشكل كبير لقوات الاحتلال. الدول التي لا تزال داعمه لقوات الاحتلال ربما من الصعب تغيير مواقفها بشكل جذري، ولكن هذا التحول النسبي والصفي في المواقف يمكن البناء عليه للتوصل الى صيغه ما تسمح بوقف اطلاق النار. لم يتم إنضاج هذه الجهود حتى الآن بشكل كبير، ولكن يمكن البناء على ذلك، يمكن استغلال هذه الضغوط الشعبية، يمكن استغلال المخاوف الغربية من حدوث انقسام مجتمعي في مجتمعاتهم على النحو الذي ظهر في تصريحات لمسؤولين غربيين متعددين، يمكن استثمار ذلك للضغط من أجل وقف إطلاق النار. بالحديث عن الانقسامات الكثيرة التي توجد الآن داخل المجتمعات الغربية وبالأخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل أيضا إسرائيل، كيف ترى أن هذه الانقسامات من الممكن أن تجدي نفعا في حل الأزمة الأخيرة داخل قطاع غزة؟ الانقسامات المجتمعية كما أشرت مسبقا يعني مثلت عنصرا اساسيا من المخاوف الغربيه من استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، التركيبه السكانيه للعديد من المجتمعات الغربيه ربما مليئه بالعرب وبالمسلمين وحتى من غيرهم من الجنسيات الاخرى ومن حتى المواطنين الاصليين الذين يعني دفعتهم فطرتهم الانسانيه الى ادانه ما ترتكبه اسرائيل من جرائم. على المستوى الداخلي في اسرائيل نجد ان هناك انقساما كبيرا داخل اسرائيل، ولكنه ليس الانقسام الذي يؤدي الى التهدئه، وانما هو انقسام يغذي ربما ممارسات الاحتلال بالدفع للانتقام مما حدث في 7 أكتوبر الماضي، ولكن يمكن الرهان على الضغوط الدوليه على اسرائيل. يعني راينا او قرانا العديد من التقارير خلال الايام الماضيه التي تتحدث عن ان مسؤولين غربيين قد ابلغوا نظرائهم في اسرائيل بان الوقت قد بدا ينفذ امام عملياتهم العسكريه في قطاع غزه، وان استمرار هذه العمليات دون اهداف واضحه وقابله للتحقيق في القطاع يهدد العمليه العسكريه برمتها، وان ذلك يهدد وقف العمليه. هي ضغوط متواليه، ضغوط كبيره ربما يتم نجاحها او يكتب لها النجاح في الفتره المقبله بضوء الاخفاقات التي تتعرض لها اسرائيل ميدانيا وعجزها عن تحقيق صوره الانتصار التي تحاول تحقيقها لترميم ما حدث بها في 7 أكتوبر. استاذ محمد، راينا قوات الاحتلال الاسرائيلي تقول ان ما تقوم به هو طبعا دفاع عن النفس، وايضا هي ورقه ضغط على عناصر المقاومه الفلسطينيه من اجل استرجاع الاسرى الذين لديهم الان. هل برايك هل ما يحدث الآن من قوات الاحتلال من الممكن أن يؤدي إلى استرجاع الأسرى أم من الممكن أن يفاقم الوضع كثيرا؟ على العكس تماما، بل تؤدي الانتهاكات وتؤدي العمليات المتواصلة من جانب الاحتلال في قطاع غزة إلى الإضرار بورقة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. ربما أسهمت هذه العمليات وهذه الانتهاكات إلى مقتل عدد منهم، ربما لا توجد هناك ارقام محدثه، ولكن منذ ايام قالت الفصائل الفلسطينيه ان نحو 50 محتجزا قد قتلوا من جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. احد الاهداف المعلنه او التي وضعها جيش الاحتلال لعملياته العسكريه في قطاع غزه هو تحرير المحتجزين، ولكن الوضع الميداني الحالي يشير الى ان اسرائيل او الجيش الاحتلال عجز عن الوصول الى اي معلومه تسهم في اطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، فشل في التعرف على اماكنهم، فشل في اطلاق سراح اي منهم، وبذلك فان استمرار هذه العمليات لن يسهم في تحرير هؤلاء المحتجزين، وانما يسهم في تعقيد اوضاعهم، ومن ثم يعيدنا ذلك الى الطرح والى الجهود المصريه التي
ربما تمتلك خبره تاريخيه في هذا الامر. نعم. وتواصل مصر جهودها في هذا الاطار لاطلاق يعني لاجراء عمليه تبادل اسرى وتبادل المحتجزين، لاطلاق سراح مجموعه من المحتجزين سواء الاسرائيليين او الاجانب لدى الفصائل الفلسطينيه مقابل ربما وقف اطلاق نار او نعم. ما بعد ذلك من اطلاق سراح مجموعه من الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الاستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.